السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو الجزء الثاني عن صناعة اللوشن اللي سويناه قبل بأسبوع. اليوم رح نصنع اللوشن، ولكن اللوشن اقتصادي نوعا ما، ونفس الوقت ترطيبه عالي وجيد للبشرة، مكوناته كثير بسيطة وسهلة، فيه أي حدا زيها بالبيت. فقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا، إذا أنت مشترك جديد تشترك بالقناة وتحطوا لنا لايك على الفيديو، ويلا نبلش الفيديو بعد الفاصل. إذا مثل العادة رح نبلش أول شيء مع المقادير. اليوم رح نصنع نصف كيلو من اللوشن، فرح نعطيكم المقادير لنصف كيلو والنسب المئوية، عشان إذا حابين تصنعوا كمية أكبر يكون عندكم الحساب أسهل بالنسب المئوية. فأول شيء نحتاج للماء، يفضل يكون ماء مقطر أو مفلتر. نحتاج منه تقريبا 360 جرام أو ما يعادل 72%. ورح أحتاج للزيت، أي زيت موجود عندكم، فيني أستخدم أنا بتمام مستخدم زيت دوار الشمس، وفيني أستخدم زيت الزيتون، وإذا حابين نضيف فوق منه كمية تانية بس أخلط كذا زيت مع بعضه، مثلا فيني أحط شوية زيت اللوز معهم، مع مثلا زيت اللوز الحلو. أحتاج منه 55 جرام أو ما يعادل 11%. عندي هون مادة شمع الاستحلاب أو الإيواكس، هي كمادة مستحلبة، رح أحتاج منها 30 جرام أي ما تعادل 6%. ورح أحتاج لمادة حمض الشمع، أنتم ملاحظين شكلها حمض الشمع، رح أحتاج منها فقط ما يعادل 25 جرام أو ما يعادل 5%. رح أحتاج عندي هون مادة مرطبة، مثل ما قلت لكم رح أحتاج هون الفازلين، جبت أنا هون الفازلين رح أستخدمه، فيني أستخدم بدل منه زبدة الشيا، ولكن عشان تكون تكلفة أرخص فرح أستخدم الفازلين، فرح أستخدم منه نسبة 15 جرام أو ما يعادل 3% فقط كعامل ترطيبي. رح أضيفه منه كمان الجليسيرين 10 جرامات أو ما يعادل 2%، فهون صار عندي عامل ترطيبي والجليسيرين مع الفازلين 3%، فصار كل الترطيب اللي عندي 5%. رح أحتاج لمادة الإيزوبروبيل ميرستات، كمان رح أحتاج منها 10 جرامات أو ما يعادل 2%. وطبعا المادة الحافظة اللي عندي هي فينوكسي إيتانول، فيني استخدم ميتيل بارابين إذا حابين. وبالأخير العطر اللي عندي، أي عطر حابين تضيفوه فيكم تضيفوه، أنا جبت هون عطر التوليب. وطبعا إذا حابين استخدموا صبغة ففيني استخدم أي صبغة موجودة عندي. فخلينا نبلش أول شيء مع طريقة التحضير. إذا أول شيء جبت أنا هون وعاء زجاجي عشان أحطه بالميكروويف، أو فيني أجيب أي طنجرة عشان أضيفهم ضمن على النار مباشرة أو على ضمن حمام مائي. فرح أضيف أنا هون أول شيء عندي الوعاء الزجاجي، رح أضيفه منه الطور الزيتي كامل اللي هو عبارة عن الزيوت اللي عندي إياها. مثل ما قلت لكم فيني أستخدم مزيج زيوت إذا حابين. رح أضيف فوق منهم شمع الاستحلاب أو الإي واكس. بس رح أحكيكم عن مميزات كل مادة. مثل ما أن زيت دوار الشمس هو غني فيتامين إي ومضادات الأكسدة، فإضافته كتير ظريفة على البشرة. إذا حابب تضيف مثلا زيت اللوز الحلو فبيعطيني إضافات أخرى على البشرة. شمع الاستحلاب هو عشان يربط لي بين الطور الزيتي مع الطور المائي، وبنفس الوقت عشان يرفع لي من القوام تبع اللوشن اللي عندي اياه. راح اضيفها لحمض الشمع، حمض الشمع عشان يرفع لي القوام تبع المنتج تبعي، ومادة رخيصة ارخص من شمع الاستحلاب، ففيني اضيفها كنسبة اعلى عشان ترفع لي القوام اللي عندي اياه، وبنفس الوقت بتعدل لي من البي اتش تبع اللوشن، بتساوي لي البي اتش تبعه ما يعادل 5.5 عشان يكون قريب لبي اتش البشرة. راح اضيف فوق منه مادة الفازلين، هي عبارة عن مادة مرطبة للبشرة، فيني استبدلها إذا حابين بزبدة الشيا، ولكن عشان تكون التكلفة أرخص عليكم فاستخدمت أنا هون عندي الفازلين. وراح أضيف فوق منهم إذا حبيت كمان الجليسرين، الجليسرين فيني أضيفها للطور المائي وفيني أضيفها مع الطور العضوي، فأنا راح أضيفه نسبة 10 جرامات فقط، قدرون التقدير. وهلا راح احطوا هذا المزيج ضمن الميكروويف مدة 3-4 دقائق حتى يذوبوا كل المكونات مع بعضهم البعض، لارجع لباقي عملية التحضير. وبنفس الوقت راح اقوم بتسخين المي كمان لدرجة حرارة متقاربة مع درجة حرارة الزيوت، عشان يكون في حرارة متجانسة عشان اخلطهم مع بعضهم ويصير عملية الاستحلاب بشكل كثير تام. فراح احطهم ضمن الميكروويف وارجع لكم. اذا هلا مثل ما ملاحظين بعد ما ذابوا عندي كل المكونات صار لونها اصفر فاتح، فكل المكونات امتجت وذابت بشكل تمام. هون كمان سخنت كمية المي اللي عندي اياها حتى صار درجات الحرارة تقريبا متقاربة، تقريبا 70 درجة مئوية. فهلا رح اضيف الطور المائي فوق الطور الزيتي، ورح تلاحظ انه كيف الاستحلاب صار عندي مباشرة، فبضيفهم بس بحرك تحريك بسيط.
وبعدين لانه بالتحريك بواسطه الهاند بلندر اللي عندي اياه، فبسرح انقله لوعاء اكبر حتى اقدر اخلطهم بالهاند بلندر وارجع لكم. اذا هلا بعد ما نقلتهم على وعاء اكبر فحركهم مده 3 ل 4 دقائق حتى يكون مزيج جانس عندي بشكل كثير تام وارجع لكم، فخليكم معي. زين هلا بعد ما جانس بشكل كتير منيح بس رح ضيفه من مادة الإيزوبروبين ميرستات. إيزوبروبين ميرستات هو عامل استحلاب وبنفس الوقت بيساهم على امتصاص الكريم ضمن مسام الجلد، فبيساهم على إنه اللوشن اللي عندنا يعني يمتص بسرعة ضمن الجلد وما يضل فترة طويلة على سطح الجلد. فكمان رح أحرفه منيح وبعدين كمان راح انتقل للتحريك بواسطة الهند بلندر كمان حتى يتجانس عندي بشكل تام. هلا بعد ما برد المنتج عندي اياه شوي فهلا صار فيني اضيف فوق منه المادة الحافظة. مثل ما ذكرنا المادة الحافظة هي بينوكس ايثانول حطيتها 50 جرامات. انا بضيف المادة الحافظة بعد ما يبرد المزيج عندي حتى ما تتخرب، ونفس الشيء كمان العطر كمان نضيفه بعد ما يبرد المزيج عندي كمان عشان ما يتخرب العطر، لانه مثل ما بنعرف في بعض انواع عطورات تتخرب بالحراره، فراح اضيف كمان هذا العطر اللي عندي اياه. طبعا اضافه العطر كمان حسب الرغبه، فيكم تضيفوا 5 جرامات او 10 جرامات حسب فواحينه العطر ودرجه درجته يعني. فراح احرك هلا كمان بشكل كثير منيح مع العطر والماده الحافظه حتى يذوبوا بشكل كثير منيح، وراح احرك كمان بالهند بلندر مدة دقيقتين حتى يتجانسوا كتير منيح وارجع لكم، فخليكم معي. اذا هلا بعد ما تجانس عندنا المزيج وصار بارد هلا صار فيني اضيفه وعبيه ضمن العبوات. جايب انا عبوات من نوعين، في عندي هالنوع وهالنوع، فانا راح ابي اول شيء بهالنوع الكبير فراح احط القمع، اعطيني الفرصة انه لساتهم سخنين شوي ففينا ينزلهم ضمن القمع، وبلش بعملية السكب. طبعا اللوشن اختيار اذا حابين، شايفين القوام تبعه كتير سميك ففيني انا اخفض القوام تبعه بضيف كمية مي زيادة، واذا كان القوام مناسب لكم فهذا الشيء برجع لكم. طبعا العملية التعبئة لازم تكون التعبئة بس ليكون سخنين اكتر، يعني كان لازم انا اعبيهم قبل بوقت قبل ما استناح تبردوا الاخير، فانا راح احاول اعبيهم ضمن العبوات وارجع لكم افرجيكم المنتج النهائي، فخليكم. اذا بالنهايه هذا هو الشكل النهائي للوشن تبعنا، انتم ملاحظين كيف طلعوا معي عده عبوات 500 ملي مثل ما حكينا. بس كملاحظه اذا حسيتوا القوام تبعه طلع كثير سميك ففيكم تضيفوا له مي فوق منه المزيج على البارد وتحركوه بشكل كثير منيح ويمتزجوا بشكل كثير تمام. انا قمت بعض العبوات عدلت عليهم ضفت لهم مي وبعد العبوات تركتهم على وضعهم. بس هلا راح نجرب اللوشن مع بعضنا البعض. انتم ملاحظين هاي اللوشن اللي عندي اياه، ضيف منه نقطة صغيرة كتير، شايفين كيف راح اجرب مد على ايدي، بتمد معي بكل سهولة وهو بضل الله اي اثر، بتعطيني ترطيب عالي يعني ترطيب مقبول نوعا ما حسب المكونات اللي احنا ضايفينه عليها، وامتصاص سريع على البشرة وملمس ناعم، وطبعا يعني جودة كتير ممتازة بالنسبة للتكاليف اللي احنا اللي حاطينها يلي هي تكاليف بسيطة نوعا ما. فهذا هو الفيديو اللي كان اليوم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا مثل العادة تحطونا تعليق حلو، اذا حابين نعمل كمان جزء ثالث عن اللوشن كمان فينا جزء ثالث بمكونات تانية، وتحطونا لايك على الفيديو وتكتبونا تعليق حلو وتشتركوا بالقناة إذا أنت مشترك جديد. وكنت معكم الكيميائي إبراهيم بيطار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.